بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا، لما حضرت إلى القاعة لم أكن أحمل هذه الشارة، فطلب مني أحد الإخوة المنظمين أن أحملها، فقلت له لا. قال لي: ولكن في الصف الأول الجميع يحملها. قلت: طيب، لماذا أرفض أن أحمل هذه الشارة منذ زمان؟ إلا لما من عند الاضطرار، لأنني أشعر بالتقصير في حق فلسطين وإخواننا الفلسطينيين، وأستحي أن ألبسها وكأنني أقوم بواجبي كاملا. والإخوة الذين زاروني في بيتي يعرفون هذه القضية من الإخوة الفلسطينيين. المسألة الثانية معشر الإخوة الكرام، أنه من الصعب جدا أن يتكلم الإنسان في مثل هذا الموقف، خصوصا بعد كل هذه التدخلات التي قالت تقريبا كل شيء، وخصوصا في يوم حزين مثل هذا. فنحن وإن كنا نهنئ الشهيد بشهادته، لا يحرمنا ذلك من أن نستشعر المشاعر الإنسانية من فقدان الأعزاء والرجال والأبطال الذين قلما يجود الزمان بأمثالهم، وقد لا يجود الزمان بأمثالهم. ولكن حتى أنني تخيلت البارحة أن المؤتمر قد يلغى، وقلت لإخواني في الصباح: يجب أن لا يلغى، وها هو لم يلغى، وهذا هو الثبات على الطريق. مهما وقعت فينا من خسائر، ومهما كلفتنا من تضحيات، ومهما قتل منا من شهداء. فهنيئا لأخينا يحيى السنوار، وليتقبله الله سبحانه وتعالى في الصالحين وفي الشهداء، ويلحقه بإخوانه الذين سبقوا على الدرب. إخواني، أنا لن أتكلم 3 دقائق، سأتكلم شيئا ما أكثر، بناء على الاتفاق الأول الذي كان بيني وبين الإخوة، وكما أخبروني بذلك الآن. لأحكي لكم، أنتم المشارقة، كان منكم من لا يعرف بوجود شيء اسمه المغرب، ابتداء من تونس والجزائر وليبيا. فلتسمعوا لواحد من إخوانكم في المغرب كيف عاش هذه القضية، ما يسمى اليوم بالقضية الفلسطينية، وهي ليست قضية فلسطينية. هذه القضية أيها الإخوة الكرام، فلسطين أصلا غير موجودة، فلسطين غير موجودة، لأنه نحن الذين نعرف الشام، والشام هي فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، هذه بلاد الشام وفلسطين جزء منها. وهذه القضية ليست قضية فلسطينية، هي قضية المسلمين جميعا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد بعد أن لم يقم المسلمون بواجبهم فيها، ولم يقم العرب بواجبهم فيها، وقصر الفلسطينيون بعضهم بطبيعة الحال، وخصوصا الذين تولوا المسؤولية بواجبهم فيها، أن يتكفل ويتكلف بها عصبة صغيرة في أرض محددة في 4 كيلومترات مربعة، ويخرج منهم العجب العجاب، وتظهر منهم وفيهم المعجزات التي ستبقى أمدا طويلا، والأم والبشرية تذكرها بصفتها شيئا غير منتظر وغير ممكن في الأصل. إخواني، أنا عشت هذه القضية منذ كان عمري 14 سنة. في سنة 68 زارتنا فرقة مسرحية في المغرب من فلسطين، وعرضت مسرحيتها في مسرح محمد الخامس، وهو مسرح كبير، وحضرت النخبة المغربية عن بكرة أبيها، وتفاعل الجمهور تفاعلا كبيرا، وكنت منهم.
وتطوع الرجال بالأموال وتطوعت النساء بالحلي وتطوع الشاب لكي يلتحق بالمقاومة. وكان عمري ساعتها 14 سنة. من الغد أصبحت عند الإخوة الفلسطينيين في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه وقلت لهم أريد أن أذهب معكم. قالوا لي روح على السفارة المصرية. وهنا توقفت القصة. منذ ذلك الوقت أنا أعيش هذه القضية بصعودها ونزولها، نتألم لألمكم ونفرح لفرحكم ونبكي لبكائكم، حتى وقع ياسر عرفات رحمه الله توقيع أصله، وساعتها بكيت كالنساء من الغبن، من الشعور بأن شيئا ما وقع خطأ تاريخي ستكون له أسوأ العواقب. وفي هذه اللحظة يمكن أن نتخيل أن العرب بعد أن فشلت الأنظمة وفشلت النخبة اليسارية تخلوا لإسرائيل عن كل شيء مقابل جزء من فلسطين، فما أخذوا ذلك الجزء؟ وضاقت السبل وجاءت هذه الحكومة وبدأت تقتل الأبرياء في الشارع وتدخل المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى بالمئات، ونحن فاقدو القدرة على أن نفعل أي شيء، وإخواننا في غزة يعانون من الويلات. حتى رأينا هذا الطوفان العجب العجاب، العشرات أو المئات من أبناء فلسطين في منطقة صغيرة ولكنها حرة، وحريتها ولدت العجب، يدخلون على العدو ويوقعون فيه مقتلة ويفتحون أبوابا مشرعة للإمكانيات في المستقبل. اليوم أقول لكم معشر الإخوة الكرام، صحيح نحن نحزن لموت الرجال والأبطال والشجعان الذين هم بدون شك بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات، صحيح نحن نحزن لموت المدنيين، وحين نرى الأطفال يبكون نبكي معهم، أو حين نراهم يعني قد مزقت أوصالهم، في النهاية نفقد القدرة على أن نشاهد ما نشاهده. صحيح كل هذا، ولكن أريد أن أقول لكم كلمة بالنسبة إلينا. الثورة الفلسطينية ممثلة في فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس قد قامت بواجبها وأعذرت إلى الله، وأقول لكم أنها قد انتصرت مهما وقع الآن، وأن القضية الفلسطينية لن ترجع إلى ما كانت عليه. القضية الفلسطينية لن تعرف بعد اليوم إلا أمورا إيجابية، وإن كان يعني القتل والتعذيب والتجويع وكل ما تعرفون لست في حاجة إلى أن أقوله لكم سوف يبقى مستمرا. لماذا؟ لأن الحاجز الذي كان يحول بيننا وبين فكرة الانتصار قد حطم، ولأن الأبواب الآن أصبحت مشرعة. مسؤوليتنا أيها الإخوة الكرام هي الأهم. ماذا علينا أن نفعل؟ أنا لست من الذين سيقولون لكم أن عليكم أن تذهبوا إلى فلسطين، كلكم تعرفون الحواجز والحدود والسدود الموضوعة أمام كل واحد منكم إن أراد أو فكر، وكثير من الناس يفكرون في هذا، حتى أن أحد شباب المغاربة قال لو يعني فتحت الأبواب لما بقي أحد في المغرب لذهب الجميع إلى فلسطين. أقول لكم إن علينا أن نستقيم أولا على دين الله ونعلم أبناءنا الاستقامة. الاستقامة هي التي جلبت انتصار أهل غزة، والقرآن هو الذي جلب انتصار أهل غزة، والتدين هو الذي جلب انتصار أهل غزة. وأنا زرتهم في وقت سابق ورأيت كيف يعتنون بالمساجد وبالقرآن الكريم وبتربية أبنائهم، ووجوههم كانت مشرقة يعني كالمصابيح. ثم بعد ذلك أن يحيوا هذه القضية في نفوس الأمة، ليست حية بما فيه الكفاية رغم الأخبار ورغم الجزيرة ورغم كل هذا، أن يحيوا هذه القضية في نفوس الأمة ويدربوا أبناء الأمة ويعلموهم أن المعركة واحدة
سواء كنا في غزة أو في فلسطين أو في باقي أرض الله، وأنه يجب عليهم أن يستعدوا، وأن على كل حال في النهاية النصر قريب إن شاء الله. والسلام. أريد أن أقول لك أنا لست دكتور. لا أعرفك دكتور. لا في أكثر من دكتور. ولا يعني كوني قدرت أن أصدق الأخ اللبنان رب الحرب، وبذلك واحد من أبناء حماس، ولبنان اليوم وحماس سواء لهما في معركة يعني إن شاء الله تكون له في النصر إن شاء الله. وأما كوني قدرت أن أصدق الأستاذ الشريفي فلأنه في الحقيقة اليوم الأستاذ الشريفي يجب أن يعرف هذا العالم العربي الإسلامي، وإن لم يكن المرجع الأول في هذا المجال الذي يتكلم فيه وفي ميادين أخرى هو من أكبر المراجع، وأنا شخصيا من المعجبين به والمتابعين له. وأذكره فقط بكتاب فريد ولم يكتب له في تاريخ الإسلام، كتبه مؤخرا ولسه في استطاع أن يتابع يعني فقراته كلها، وهو كتاب حول الأزمة السورية حضارة الإسلام، وهذا كتاب كبير وغريب الذي قرأته بسرعة، وشغل جيد ويصرح وهذا الكلام أنتم تقولون غدا أخواتي، أنا معروف بأنني شيء أنا متشائم وأرجو أن لا تلوموا حين أنظر لحوالنا كأمة وحتى لا أطيل عليه حاول أختصر الأمور. أنتم واعون أن خصومنا أقوياء لا تحدث عن دولة إسرائيل أو ما يسمى دولة إسرائيل، وهي دولة قوية لا تحدث عن خصومنا بصفة عامة الذين هم على الأسف الشديد الغرب الرأسمالي وخصوم، ولكن تحدث هو قرب. كذلك بعض الشيء شرف ولكن ربما بدرجة أقل، وهؤلاء الناس الأقوياء يهيمنون على العالم منذ قرون، وأسلوبهم يتميز بشيء بالعقلانية، يدرسون الأمور فهم درسونا في العمق في أوقات مبكرة جدا، وجاءوا إلينا تدريجيا وهيمنوا على المنطقة، كلهم تعرفون هذا يعني منذ القرن التاسع عشر، واستطاعوا أن يجذبوها، استطاعوا أن تكلم لا تكون فهمت، وهي في الحقيقة فيها ظلم، ظلم إخواننا في فلسطين، ولماذا إخواننا في فلسطين اليوم يدافعون عن الأقصى وعن القدس وعن فلسطين اليوم؟ لماذا؟ ما هو الداعي؟ ما هو الدافع؟ المنطق أنهم ليسوا أولى بالقدس ولا بفلسطين ولا بالأقصى منا، نحن هذه أرض الإسلام ومقدسات الإسلام وحكم الشرعي في أرض الإسلام وفي مقدسات الإسلام، أنه إذا اعتدي عليها أن يهب الجميع رجالا ونساء. ومن غرائب الدهر أن فتوى العلماء في هذا أن المرأة تخرج لتدافع عن أرض الإسلام التي اعتدي عليها وسلبت من أصحابها بدون إذن زوجها، ولكن المكر مكر الليل والنهار، الدراسات العلمية
والتقدم التدريجي نحو كلاء الأمة الواحدة تتم الأخرى، جعل هذه الأمة تصبح ليست يعني دولة أو دولتين أو ثلاثة، عدة دول تصل إلى 50 دولة. قبل اليوم كانت هنالك الخلافة الإسلامية، كان في المغرب يعني دولة، كان في أفغانستان أظن في بعض المناطق في الهند أو في فلسطين، لكن يعني جسد الأمة الأكبر كان موحدا، وكان يعني حتى وإن كان المغرب مستقل ولكن كان يتفاعل مع قضايا أمته وليس المغاربه حرف للمغاربه وبلد المغاربه يعني في القدس. فالناس درسوا الامور وجاءوا الينا تدريجيا، ويعني استطاعوا ان يهيمنوا على مقدراتنا وعلى دولنا وعلى برامجنا وعلى اعلاننا، ولكن قضية فلسطين هي قضية وجدان، هي قضية عقيدة. أنا لست من الذين يعتبرون الحكام عملاء، أنا لست منهم. أنا أظن أن الحكام في المرحلة الأولى التي جاءت فيها العصابات الصهيونية وطردت من جهتها الاستعمار البريطاني بشكل أو بآخر، واعتدت على الإخوة الفلسطينيين وخرجتهم من دورهم ومن قراهم ومن مدنهم واستولت عليهم، يعني كانت الرغبة حقيقة في الأمة كلها بما في ذلك ملوكها ورؤسائها وإلى آخره بتحرير فلسطين. لكن كل الشعوب كانت بشكل أو بآخر منفورة عن المؤامرات إما بالفساد إما إلى آخره، وكانت الهزيمة الأولى أظلمة تقريبا حتى وصلنا إلى سنة 67 والنكسة التي تعرفونها أو لنقل أنها في الحقيقة ليست نكسة، هي نكبة ثانية عظمى تحطم بعدها، الذي تحطم يعني ليس هو الإسرائيليون ولكن تحطم الهيمة العربية وانتهت أو تقريبا. ثم بدأت التفاهمات يعني مع أنظمة خلال السادات رحمه الله على كل حال إلى آخره، وحتى وصلنا إلى أوسلو ودخلت في ذلك النخبة المثقفة بما فيها من فلسطينيين وغيرهم، ووقع ذلك التوقيع على عيننا ونراه ونتألم ولا نستطيع أن نتألم. ثم بقي الأمر يضيق ويضيق ويضيق حتى وصلنا إلى كم مساحة غزة 15 365 شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى شاءت أقدار الله أن هذه الأرض الصغيرة استطاعت أن تحدث حدثا تاريخيا سيكون له مبنى، والآن وقع له مبنى. والغريب أنه كان عندنا أخ سابقا في الحركة منذ مدة طويلة قال لي إذا قامت دولة الإسلامية في الأرض في أي مكان ستزول دولة إسرائيل، وأنا ظننت أن هذا الكلام كلام شخصي يعني سطحي بسيط. في الحقيقة غزة كانت دولة حرة أنا موجود هنا. يعني رغم كل ما يقال يعني الغزاويون كانوا أحرار صوتوا على حماس وسيروا حماس وهذه الحرية لا تستقلوها، هي التي سمحت بأن يكون هنالك هذا الذي كان والذي هو كما قلت في البداية شيء عجيب وشيء مجاب بل شيء معجز. اسمحوا لي معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أنه قبل أن يقع الكفار الأقصى قبل أن نصل إلى دور الشهادة
وقع استفزاز للأمة الإسلامية والعربية دون أن تكون قادرة على أن تتحرك. وجاء ذلك بعد ما سمي بسقوط الربيع العربي، وجاء ذلك بعد أن قتل الرئيس القصري مرسي محمد مرسي رحمه الله، سجن رئيس الحركة الإسلامية في تونس، يعني الحركة الإسلامية في السودان في محنة، السودان يعني على أبواب يعني تفرقة أو ضياع الضرورة، يعني في كثير من الدول، يعني حتى نحن في المغرب حزبنا الذي كان يعني هو الحزب الأول الذي استطاع أن يسير الحكومة مرتين، انتقل من 125 نائب برلماني إلى 13. فكادت فتنة أن ننهار، فتنة أن ننهار ونقول انتهينا. فجاء هذا الطفل الذي تعرفون تفاصيله، هو الذي توفي البارحة مهندسه الأول، ويعني كإنقاذ في الحقيقة حسب تقديري لغزة، لفلسطين، للأمة العربية والأمة الإسلامية. طبعا أنا أقول هذا الكلام والقلب يتفطر لما يضع، خصوصا للمدنيين ولرجالهم ولنسائهم ولأطفالهم، ولكن في جميع الأحوال إن كان هناك شيء يتعجب منه ويتعجب من هؤلاء الناس المسطح الذين رغم كل ما يقول لهم يخرجون من تلك الأنقاض يروحون كل السطح ويقولون أن المقاومة تهجم فوق رؤوسنا وليقع ما يريد أن يقع، كما يقول المشعل القائم السيد السير، ما دام نحن ندافع عن الأقصى وعن فأرواحنا راخصة في سبيل. وهنيئا لكم. معشر الإخوة الكرام، لا أخفيكم أن هذا الفن لم ينفع، نفعنا نحن في حزبنا، وكما نفعنا نفع كل الحركة الإسلامية، لأنها لم يرد لنا فلسطين، لم يرد لنا، ولكن رد لنا إيمان بأنفسنا، هذا الإيمان بالله، الإيمان بأنفسنا، وأن الاستمرار على الطريق الذي اخترناه الذي هو نصرة ربنا، يعني عسى أن ينصرنا، أن الاستمرار على هذا الطريق شيء صحيح، وتحركت في أنفسنا وفي أهلنا وفي الأحزاب المشابهة روح جديدة. طيب، أطلت عليها حتى لا أتبقى. أنا لا أحب أن أعطي الدروس للذين يعطون الدماء. أنا أصغر لأن كنت أولا استجبت لهذا الطلب لسبب واحد، وهو أن الذي دعاني هي حماس. قلت للأخ استئذان المرافق الإعلامي عبره جاءني هذا الدعوة، قلت لا يمكن أن يلغونا شعب حماس ويستجيبون، طبعا أن في حقيقتي ليس عندي استعداد كبير للخروج والسفر والاستثمار والسلم والامور الصغيره، والرغبه لم تطلب، لكن قلت ساستجيب لها في حماس، حماس لا يردها. وهذا يشعرنا نحن موجودين في تلك الدول التي نعيشها بطريقه عاديه، لأننا لا نفعل شيئاً ما حتى نكون من الخوالف، وحتى نكون من الذين يعني فضلوا أن يبقوا في وجود إلى آخره، فلنخرج ربما يسعنا لنا ذلك عند الله سبحانه. آمين. ثانياً، يعني لا أحب أن أتكلم في المواضع التي لا يكون عندي ما أقول فيه. ليس هنالك اليوم الشخص حسب تقديري يمكن أن يعطي الظروف في حماس،
الذي يعيده في حماس والذي نظر مثلها أو أكثر منها. أما أن تكون حماس تعطي الرياحين وتعطي العلماء وتعطي المجاهدين وتعطي الأبطال الكبار الذين يعني طلقوا الحياة الدنيا وجادوا بأقاربهم بأولادهم بأحفادهم بإخوانهم بأخواتهم يعني بأنفسهم مثلي ليس عنده شيء ولكن مع ذلك عندي ما أقوله لنفسي وعندي ما أقوله لأبناء بلدي وعندي ما أقوله لأبناء بلدي الذي يصعب على الإنسان أن يحزم على رأسه ويتحقق والدي أو على الأقل يصعب عليه بعض الأحيان أن يصله بالدرهم والدرهمين من كان هذا الله يطاع ولكن في بطوط مكتشف دعوني أحدثكم بصراحة المسلم ولو كان لو كانت التبرعات المالية مسموح بها بل لماذا لا تتبناها الدول لغرقت غزة في العمر لكن الآن المراقبة على الأول درهم وآخر درهم أو تدخل اليوم ليس مطلوبا منكم أن تذهبوا إلى فلسطين ولا إلى غزة تقريبا لا تستطيعون أن تذهبوا ربما سبع ولكن انظروا إلى إخوانكم في غزة في طيلة هذه السنوات ماذا فعلوا طبعا حضروا أنفاق طبعا استعدوا طبعا درسوا طبعا كل هذا صحيح ولكن هذا والاستعداد التدريبي والجهادي والعملي والكفاء الذي كسر حاجز الخوف وكسر صورة الجيش الذي لا يظهر وأقول لإسرائيل وأعني الإسرائيليين الموجودين في إسرائيل وعندهم شخصية إسرائيل لا أعني اليهود لأن من اليهود منهم حاقدون أقول لهم لما رأيت حزب الله يخرجه يعني من لبنان سنة 2006 قلت لا يمكن أن يرى الفلسطينيون هذا قد وقع ولا يحاولون واليوم أقول لهم إن الضربة التي تلقيتموها من حماس إن لم تتعقل وتبحثوا عن حل سياسي وهذا هو الصبر إن لم تفعلوا ذلك فإن هذه الضربة ستتكرر لأنكم محاطون بحماس في المكان فليس هنالك فرق بين الفلسطينيين لا تحدثوا عن الإسرائيليين ولا تحدثوا عن الفلسطينيين لا تحدثوا عن كل المسلمين أنتم كنتم في الصباح شعارا رائعا كنتم يقولون حماس إرهابية أقول الأمة حمساوية وهذا صح الأمة كلها معكم الأمة كلها معكم صدقوا هذا الكلام طبعا هنالك عوائل هنالك مراقبة هنالك متابعة هنالك إشكاليات ولكن الأمة تدفع أولا كل شيء عقيدتها وتدفع قلبها وأنا أتحدى الناس أن يدخلوا الآن ويقولوا لي أين هو الفلسطيني من الجزائر من التونسي من المغربي لا فرق بيننا نحن
أمة واحدة بالعقيدة والدين والتاريخ، وجزء كبير منها حتى بالعرق. طبعا يمكن أن نميز بين الأندونيسية، ولكن هؤلاء إخواننا في العقيدة، والعقيدة هي أعظم رابطة تربط الناس عبر التاريخ، وهكذا سوف نفعل. ولا يمكن، لا يمكن أن تتخلف أمة عن إخوانها، وإن لم يكن الانتصار الآن سيكون في المستقبل. أنا ذكرت أستاذ كبير، أستاذ الشويطي، فأنا ذكرت أخ شويطي لأنه ذكر أن الثورة الجزائرية وقعت سنة 54، ولكنها لم تنتصر سنة 54. الذي انتصر سنة 54 هي فرنسا، ولكن الثورة ولدت سنة 54 وبقيت تطور نفسها، وانتصرت سنة 62 وخرجت فرنسا مذلولة من الجزائر. لو كان وشتان بين فرنسا وبين ما يسمى في صالح. ولهذا أنا أقول لهم لا محالة هؤلاء الذين يكونون، ومنطقهم مع الأسف ومنطق يعني برغماتيك، يظنون انهم من خلال الاغتيالات هم لا يفهمون او لا يفهمون ان لو كانت الاغتيالات سوف تنفع لنفعت منذ اول يوم. هذه الاغتيالات تعطي الروح، هذه التجارب تعلمنا. قال نحن لا نعتذر ان الاستشهاد في سبيل الله ضياع، الاستشهاد في سبيل الله اصطفاء، ولا ينال الشهاده اي كان، لا ينالها الا من يستحقها او اصطفاه الله تعالى. ولهذا فانا اقول لهؤلاء الذين يستعملون الارض اليوم، العقلاء منكم يقولون لكم ان تبحثوا عن حل السياسي، اذا لم تفعلوا فان امه قوامها تقريبا ملياري شخص ستجد طال الزمن ان تصب الوسيله للتخلص منكم ولاسترجاع حقها، ولكم في الصليب هنا يعني أكبر كتاب على ذلك. فأقول لإخواننا الشباب بالكل، أنا لا أطالبكم أن تطوروا على أفكاركم، اسمعوا مني جيدا، أنا أعتبر أن الحركة الإسلامية وقعت في أخطاء، من أكبر أخطائها النزاع مع الحكم. أنا قناعتي أنكم الآن يجب أن تفكروا كلكم كيف السبيل لجسر الهوة أولا داخلكم دائما مع كل مكوناتها، سواء كان الأحزاب السياسية الأخرى أو الحكام أو غيرهم. يجب أن نتوحد ونجد أسلوبا للتعايش وللتعاون ولخلق الروح التي كانت، قلت لكم في الصباح أنه سنة 68 النخبة كلها كانت معي، كانت مع القضية الفلسطينية. الآن النخبة لا تزال مع القضية الفلسطينية، ولكن لم تعد بنفس الحرارة، ولم تعد تستجيب لي. هنالك في المغرب كل يوم كل أسبوع يعني وقفتين، وكل بضعة أسابيع مسيرة عظمى، ولكن النخبة لم تستجيب بعد بشكل عظيم. ولهذا فإخواننا يجب أن إخواننا الشباب يجب أن يدرسوا ويعيد ترتيب أولا وهذا ما فتنت الاستقامة الحقيقية. اسمعوني معشر الاخوة الكرام، انا قلت لكم الاستقامة الحقيقية لان عندي ملاحظات على استقامة الحركة الاسلامية. صحيح كبرنا لحشوية، ديالكم ديالي انا ما تزال احافظ على هكذا كان اتحملها. نساؤنا لبسنا الحجاب، بدأنا نصلي في المسجد، كل هذا جيد، لكن هذا غير كافي. سامحوني إن لم تشع أخبارنا عن أننا نتصرف تصرفات قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن دون المسلم. أمتنا لن ترجع إلينا، أمتنا الآن تكاد تكون تخلت عنا. خليني أكون معكم صريح، لا يمكن أن تروا أننا سقطنا في مختلف الدول هكذا، سترجع إلينا. على كل حال أشك أنها ستجد أفضل منا.
سترجع إلينا إذا نحن رجعنا إلى ربنا، ونحن في حاجة أن نرجع إلى ربنا وندقق مفاهيمنا ونصححها ونلتزم على أحسن الوجوه، ونعود لكتاب الله، ونعود نقرأه ونحفظه وندرسه. أنا أتعجب أنه في غزة الصغيرة يبدأون استظهار القرآن الكريم عند صلاة الفجر ويختمونه استظهار عند المغرب، رجالا ونساء وأطفالا. وأقول في نفسي لم يترك الله أمة من الناس هذا ديدنها مع كتاب الله. الرجوع هو هذا، ثم بعد ذلك أخذ المهارات، كل المهارات، يدرسوننا ندرسهم، يخططوننا نخططهم، نحن نملك شيئا لا يملكونه، وهو هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهذا الاستعداد للتضحية. هم يحبون الحياة، يسجنهم حاصل الناس على الحياة، هم يحبون الحياة ويريدون أن يأخذوا نصيبهم في هذه الدنيا، ونحن قلوبنا إن شاء الله معلقة بما عند الله. فيجب أن أبدأ الموضوع، وأظن أنه إذا يعني زاوجنا بين هذين المحورين تكون نتائجه في المستقبل إن شاء الله لا يكون بعيدا كبيرا جدا، ليس في فلسطين وحدها ولكن في بلاد الله. شوفوا اليوم يعني كاين على مستوى الطرق السيارة كاين مجهود كبير، كاين مجهود على مستوى بناء يعني وتشييد الموانئ المطارات، تشييد مطارات جديدة والتوسع ديال المطارات. كنشوفوا كذلك يعني السياحة والمجهود الكبير، اليوم وصلنا الرقم ديال 11.5 ديال المليون سائح، ومفترض انه متوقع انها غادي توصل ل 20 مليون يعني قبل ما تم 2026. اليوم الأسطول المغربي من الطائرات غادي يوصل 200 طائرة في المستقبل القريب، غادي يولي عندنا ايرو اير يعني في هذا المحور ديال القنيطرة الدار البيضاء، وهذا لأول مرة غادي يكون في المغرب. غادي يتم إحداث ديال فنادق جديدة، تأهيل وسائل النقل، يعني تأهيل المغرب من خلال هذه الأوراش كبرى، مما سيوفر يعني بالضرورة مئات الآلاف ديال مناصب الشغل اللي غادي تقدر تفتح في وجه الشباب، واللي يمكنها أنها تعوض بعدها هاد الخصص اللي كان يعني في السنوات القليلة الماضية. على المستوى الاجتماعي يعني كاين اليوم 3.5 مليون أسرة تتقاضى شهريا ما بين 500 و1000 درهم، وهذا رقم مهم جدا، كيعني بان راه الحكومه كتسعى ما امكنها باش تحقق ذاك الهدف ديال الدوله الاجتماعيه. اليوم كذلك كاين دعم أوجه الدعم ديال المسنين ديال المعاقين، كاين مجهود على مستوى تعميم التغطية الصحية، يعني كاين ميزانية ضخمة مخصصة للقطاعات الاجتماعية، كنهضر على الصحة 30 مليار ديال الدرهم، وكنشوفوا بأن غادي يكون مستشفى جامعي على مستوى كل جهة، وهذا مهم جدا لبلادنا، ما كنهضرش على أغلبية معارضة ولكن كنهضر على البلد. كاين 70 مليار ديال الدرهم مخصصة للتعليم، من بعد ما كانش الميزانيه كتجاوز 41 مليار ديال الدرهم وصلت ل 70 مليار ديال الدرهم. كاين فيما يخص الدعم المباشر 25 مليار ديال الدرهم، 10 مليار ديال الدرهم موجه للسكن، ودار مجهود كبير على مستوى السكن، الو تضامن، دعم الاسعار الى غير ذلك، يعني ما مجموعه 200 مليار ديال الدرهم مخصصه لتنزيل ولارساء معالم الدولة الاجتماعية. كذلك على مستوى الاستثمار، وهذا مهم جدا، ان اليوم الخطوط العريضة للميزانية لمشروع القانون المالية السنوي برسم سنة 2025 العنوان العريض ديالو هو التشغيل وهو الاستثمار، وبالتالي يعني كاين اليوم بالإضافة للتعبئة اللي دايرها صندوق محمد السادس للاستثمار، الحكومة كذلك يعني مخصصة 320 مليار ديال الدرهم خاصة بالاستثمارات بما فيها مثلا منطقة صناعية في كل عمله وفي كل إقليم، وهذا مهم جدا إلى غير ذلك. بغيت نذكر كذلك على مستوى الماء باش ما ننساليش قبل ما نهضر على الماء، اليوم هذه المسألة ديال الجفاف اللي كتعرفها بلادنا، الحكومة كدير مجهود على مستوى الماء، لأول مرة ولاو عندنا ليزوتوروت الربط بين الأحواض المائية في المغرب، وهذا مهم جدا باش ما يضيعش الماء في البحر. كذلك مشروع 16 سد جاي في الطريق، وحتى الوتيرة ديال التدشين ديال السدود اللي كانت كتراوح ما بين 10 سنين 11 عام، اليوم غادي 7 سنين، تخصص لها 7 سنين الى غير ذلك، يعني من
من المعطيات اللي كتبين بان الحكومه تسعى ما امكن باش تنزل يعني معالم ديال الدوله الاجتماعيه اللي منصوص عليها في الفصل الاول من الدستور، وكذلك باش ترسي المعالم ديال النموذج التنموي الجديد. اكيد ان غادي نتفقوا بان كاين اخفاقات، كاين بعض السلبيات، ولكن المعارضه والاحزاب في البرلمان يعني وخارج البرلمان كتقوم بدورها، لان اعطى الدستور دور كبير من خلال الفصل 10 من الدستور، وبالتالي كل كيقوم بدوره اللي هو اساسي ان نشوفوا بلادنا من هنا لقدام واحد البلاد اللي كيلقى فيها الشاب كيفاش يفرض راسه وكيفاش يثبت الوجود ديالو بعيدا عن البحث عن هذا المطمح خارج البلد. شكرا لكم جميعا. شكرا مصطفى. الكلمه الان للسي فادي. أن شكرا سيد رئيس الجلسة ورئيس مؤسسة الفقيه التطواني على دعوتكم وعلى مبادرتكم من أجل جمع ممثلي الشبيبات الحزبية من أجل النقاش في مختلف المحاور المهمة جدا، خاصة في سياق جد مهم، سياق خارجي فيه تحولات كبيرة وسياق داخلي يجب أن نتحدث فيه بصراحة كي نحاول أو ننقذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلاد. كنحيي الإخوان اللي حضروا اليوم في هذا النقاش الجاد، كنحيي يعني في إطار هذا السياق الخارجي اليوم وفي إطار الخطاب الملكي اليوم كنحيي الشبيبات الحزبية الجادة اللي كتشتغل ليل نهار على الدفاع على قضية وطنها الأولى، واللي كتشتغل يعني بواحد الجدية كبيرة من أجل أنها توقف يعني سدا مانعا، والتعريف كذلك بالمغالطات اللي كيحاولوا أعداء هذا الوطن أنهم يعطيوها في مجموعة المنظمات اللي كنتميو لها. في البداية لابد أن ننوه اليوم مضامين الخطاب الملكي، وكنعتبروا ان هذا الخطاب هذا هو بمثابه تحويل مسار القضيه من عمليه تدبير الى عمليه التغيير واخذ زمام المبادره في هذا الموضوع. بالتالي كنعتبروا انفسنا داخل الشبيبه الاتحاديه جزء من هذه التحديات المطروحه اليوم، ولعل يعني كل متتبعي يعني عمل الشبيبات الحزبيه ولا الاحزاب السياسيه يعني ما تقوم به اليوم الشبيبة الاتحادية في مختلف المحافل الدولية، طبعا في إطار الدبلوماسية الشبابية، إلى جانب يعني الدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية البرلمانية على حد سواء. اليوم كنشوفوا التحولات الكبيرة اللي رجعنا كنشوفوا في عدد من المنظمات الاشتراكية الشبابية، تحولات كبيرة في مواقفها. منذ 30 سنة كانت شبيبة الانفصال شبيبة البوليزاريو يعني مهيمنة في مختلف هذه المنظمات، وكانت دائما في كل الاجتماعات في كل المؤتمرات ضروري كتكون هذه التنظيمات وهذه المنظمات الدولية في مواقف ضد الوحدة الترابية لبلادنا. اليوم تحول كل شيء، تغير كل شيء. اليوم أصبحت الشبيبة الاتحادية تستضيف أكبر تجمع، رئاسة أكبر تجمع للشباب الاشتراكي على المستوى الدولي، واللي كان في الشهر اللي فات لأول مرة في تاريخ المغرب كيستفاد رئاسة مؤتمر يعني رئاسة مجلس اليوزي اللي جاء الشمع في حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية مؤخرا. كذلك يعني المسارات يعني داخل المؤتمرات ديال الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، حيث أصبحت اليوم الشبيبة الاتحادية عضوة كاملة العضوية ولها صفة لجنة المراقبة، وتم طرد الطرح الانفصالي داخل هذه المنظمة هذه واللي كان يعني كيحوز على أغلبية الأصوات في التنظيم. اليوم الشبيبة الاتحادية وبحكم يعني النضال ديال أعضائها وبالتنسيق المستمر مع لجنة العلاقات الخارجية ولا مع قيادة الحزب من أجل طرد هذا التنظيم هذا. طبعا اللي يمكن
نوه به كذلك هو الديناميه في استقبال عدد من هاد الوفود ديال الشبيبات الاشتراكيين اللي كيجيو يشوفوا بلادنا وكيشوفوا الحقيقه اللي كانت مغطيه عليهم واللي ما كيشوفوهاش كاملين. يعني كاين واحد العمل كبير كيدار في هذا الاتجاه هذا كان والان كاين كيستمر وسيستمر ان شاء الله يعني بنضالات ونضال جميع الاخوات والاخوه في الشبيبه الاتحاديه. كذلك يعني في اطار هذا السياق يعني الدولي نبغي نخبروا هادشي تخبر في بلاغ المكتب السياسي ان شهر دجنبر غادي يكون قبله لكل الشراكيين العالم في المغرب وفي مقر حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه. المغرب سيستضيف يعني الاتحاد الشراكي سيستضيف اللجنه الافريقيه للامميه الشراكيه يوم 17 و18 دجنبر، مجلس الامميه الشراكيه للنساء يوم 18 و19 دجنبر، ومجلس الامميه الشراكيه ايام 20 21 و22 دجنبر برئاسه رئيس اسبانيا بيدرو سانشيز. وندوزو يعني ما هو داخلي ويعني نتكلموا بصراحه، حنا كنعيشوا مع الشباب وكنجلسوا معهم، يمكن نعطيو ارقام ويمكن نقولوا يعني مجموعه الامور، ولكن الواقع يعني الواقع مؤسف، مؤسف جدا، خاصه داكشي اللي شفنا يوم 15 سبتمبر. ولانني يعني قاطن بمدينه تطوان كنت في طريقي في لوتورود الى مدينه الفنيدق وشفت الشباب كيفاش غاديين على رجليهم في ديك الظلام وفي المخاطر المحفوفه بيناتهم والغابات وتحت القناطر وما الى ذلك، طامحين يعني في حياه اخرى لانهم ما عارفين شنو كاين ما بعد البحار. هادشي يعني مخزي لنا كاملين، ولكن في نفس الوقت يعني هناك من يتحمل اليوم مسؤوليه في هاد البلاد وعلى راسهم الحكومه، خاصها تتحمل المسؤوليه بواحد الشكل كبير. لذلك انا اتاسف بعد ان احيي الاخوان اللي جاو حضروا اليوم الاغلبيه، واتاسف لعدم حضور شبيبه حزب التجمع الوطني الاحرار اللي خصهم اليوم يكونوا حاضرين ويجيو يناقشوا معنا هذا النقاش هذا ونسمعوهم شنو 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 كيقولوا في هذا الشيء هذا، وحنا نجاوبوهم، والمواطنات والمواطنين والشباب والشابات هما اللي يحكموا في الاخير اي طرح اللي صحيح. قلت ان اليوم حنا في السنه ما قبل الاخيره من عمر هذه الحكومه، حكومة انهكتها يعني الصراعات والتناقضات المصلحية بين المكونات، بالتالي غنسجل يعني اللي من اجل انني احترم الوقت اللي خصو الناس سي بوبكر. اولا ارتفاع غير مسبوق لمعدلات البطالة وصلت ل 13.7% لحكومة وعدتنا بانها غادي تخلق مليون منصب شغل في هذه الخمس سنوات. اليوم كنجبروا ان فقدنا 635,000. بالتالي الشباب المغربي والمغاربه كيسالوا هذه الحكومه مليون و635 الف منصب شغل. هذا الحساب، هاد 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 المناصب هادو راه جاوا في البرنامج الحكومي وجاوا في البرنامج بعض الاحزاب، كنا ننبه لذلك، كنقولوا هذا راه تخربيق، راه ما يمكنش، راه كاينه كورونا، كاينه الحرب، كاينه كذا، وشنو الحرب؟ الحرب راه شعلت شو فوقاش ديال اوكرانيا وروسيا وما الى ذلك، باش تعطينا هاد الاسباب. اليوم هاد الارقام هادو كان غير الحكومه ما كانتش تقول لنا هاد الشيء وتعيش هاد المواطنات والمواطنين والشباب والشابات تعين تشوف واحد الوهم. هاد الوهم هذا الله اكبر تيسالي راسي وقف لي الوقت. الاذان يقول لك اللي يقول لك هاد الشراكيين عاود ما كيحترمهم شكرا. الاذان راح سيدي انا صعب تركز فيه.
قلت الاخوات والاخوان اليوم المغاربه كيسالوا هذه الحكومه 1,635,000 منصب شغل، هذه وعدونا بها خصهم يوفيو باش منو جا غتخرجوا المغاربه. راه هادشي ديال روسيا واوكرانيا راه كان، كورونا راه كانت، يعني ملي جيتوا ديروا هذا البرنامج الانتخابي راه خصكم ديروا في الاعتبار هادشي. هذا هو البحث العلمي، وهادو هما لي سونتر ديتود اللي كانوا اللي كانت في هاد الاحزاب هذه كتصاوب لهم هادشي، راه عارفين هاد الاعتبارات هذه. بالتالي كنعتبروا ان لحدود الساعه وفي السنه ما قبل الاخيره راه كتبوا على المغاربه معدل النمو اللي قالوا لنا يمكن يوصل حتى 6%. انا يعني تخصص الاقتصاد العقل لا يتقبل اننا نوصلوا لهذا، وصلونا لهذا المنطق هذا، والان لحدود الساعه 2.5% ما قدرناش نتجاوزوا هذا الرقم هذا بتاتا. عندنا حكومه كترفع شعار الدوله الاجتماعيه يتحول فيها يعني معدل الفقر من 1.2% الى 6.6%. هذا رفعت الدوله الاجتماعيه، يعني واحد الحكومه ايديولوجيتها ليبراليه اليوم كتقدم كتعطينا الدوله الاجتماعيه شي حاجه ما كايناش، شي حاجه ما راكباش، يعني ما يمكنش، ما بني على باطل فهو باطل. باش نكون واضحين في هذه القضيه، حكومه غابت عنها اي رؤيه استراتيجيه تجاه الشباب، باش نكون واضح لحدود الساعه لم نلمس حتى شي حاجه يعني استراتيجيه. علاش؟ كاين غير الترقيع. ملي كنهضروا على اوراش، راه شباب انا كنعرفهم شخصيا، هذوك اللي شدوا البحر كاملين دازوا من اوراش، لان ست شهور هو كي 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 كيشد 3000 درهم ومن بعد ما كيبقى حتى درهم. فقدان الامل، هاد اوراش عطاتنا حاجه وحده، فقدان الامل لدى الشباب المغربي. ست شهور هو كيتخلص ومن بعد ما كيبقى يخلص 6 درهم، راه فقدان. هادشي اللي جعلهم انهم يتجهوا للبحر ومشيو. برنامج فرصه، راه جلسنا انا والاخت سميحه وبعض الاخوان في المكتب الوطني والاخ كريم حتى هو اللي كان، جلسنا مع تنسيقيه وطنيه ديال هاد الفرصه هذه. الناس دفعوا الشيكات ديالهم راه مبحوث عنهم الان. علاش؟ لان ما كملتش معاهم الحكومه في هاد الدعم هذا، وعددهم كبير جدا. هاد الحكومه هذه، وهذه النقطه الخامسه، سجلت انها نجحت انها دير اكبر اضراب طلابي في العالم ديال طلبه الطب، راه اكثر من 300 يوم نجحت فيها. راه دخلت هاد الحكومه الموسوعه غينيس، لحد الان ما كاينش هذا دور رغبه المجتمع. دو طلبه الطب ما هما يعني كيعولوا على شي كذا ولا فوضويين ولا حتى شي حاجه، هادو راه طلبه الطب عندهم مطالب لحدود الساعه ما قدروش يوصلوا معاهم الى حلول. دان على المستوى الشبيبي باش انا نتفاعل مع الاخوان، كان يعني كان كاين كنشوفوا واحد النوع ديال العزوف كبير. هذا العزوف واضح الاسباب ديالو، ملي كنشوفوا شراء الدماء من داخل الانتخابات، وملي كنشوفوا مجموعه ديال الممارسات داخل الانتخابات، راه غادي كل العزوف كيتحملوا مسؤوليتهم. يعني من يتحمل هذه المسؤوليه؟ كنشجل يعني العمل الكبير اللي كتقوم به منظمه قياده منظمه الشبيبه الاتحاديه ولا كل القواعد في ربع الوطن، من اجل اننا يعني نحاربوا هذه الظاهره العزوف، وان تبقى المقرات كلها مفتوحه من اجل القيام بادوارنا في تاطير وتكوين الشباب والشابات. كان كذلك في اطار يعني هذه الحرب اللي كنقوموا بها، يعني هذه الحكومه باقي ما شفنا حتى شي مبادره جاده انها دعمت الشبيبات الحزبيه بشكل مباشر، انها تخلق يعني واحد الجو ولا واحد ليسباس لهاد الشبيبات الحزبيه في انها تبدع وفي انها تستقطب اكبر عدد من الشباب باش نوصلوا لواحد المستوى. علاش؟ وهادشي خصو واحد الدعم مباشر. العزوف 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 كبير. كاين عندنا ازمه قيم، كنظن الاخت سميحه قالت توسح في هادشي باش ما لان اتفقنا مع السي بوكر اننا نكمل. شكرا لكم وتحيه لكم جميعا. الاخ المهدي ديوان تفضل. شكرا، كنشكر. بالمناسبه كنتمنوا الشفاء الاخ سراج، جرى واحد العمليه جراحيه، نتمنى له الشفاء. تفضل. شكرا لكم. كنبغي نشكر الاخوه والرفاق في الشبيبات الحزبية الحاضرين اليوم، الكتاب الوطنيين، أعضاء المنظمات الشبابية الحزبية. أود أن أتقدم بالشكر لرجال نساء الإعلام الحاضرين في هذه الجلسة، وبالشكر الجزيل للسي بوكر الفقيه التطواني ومؤسسة الفقيه التطواني. وهذه المؤسسة
الوطنيه وهذه المبادرات ديالها الوطنيه باش انها تكون فضاء للحوار والنقاش، سواء النقاش السياسي او الفكري، والذي نفتقده اليوم في سواء في اعلامنا العمومي الذي اصبح فيه النقاش السياسي يعني شبه غائب، ان لم نقول غائب بشكل كلي. قبل ان ادخل في صلب الموضوع، اود ان اجدد تضامننا مع اخواننا في فلسطين، في غزة وفي لبنان، لأننا في هذه اللحظات اللي احنا كنناقشوا الآلة ديال العسكرية الصهيونية تقتل إخواننا في فلسطين وفي لبنان، وتقصف يعني المدنيين الأطفال والنساء، وهي مناسبة أيضا لأجدد التذكير بأنه في ظل يعني دولة من هذا النوع، هذه الدولة العنصرية، الدولة التي دولة إجرام، أود يعني أن أجدد موقفنا في هذا الإطار، وأنه يصعب بالنسبة لنا أن نقبل بإقامة علاقات سوية مع دولة من هذه الطبيعة. أود في البداية أن أتوقف على الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدخول البرلماني، والذي أكد فيه جلالة الملك على الدور الأساسي والمحوري للأحزاب ولجمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي الرسالة التي يجب أن يلتقطها المسؤولون بتوفير الدعم الكافي، أن الدبلوماسية الموازية لا يمكن أنها تدار بشكل ما فيش المواكبة ديال الفاعلين المؤسساتيين ولا ديال الدبلوماسية الرسمية، لا من ناحية التأطير ولا من ناحية الدعم ولا من ناحية المواكبة، لأن هذه القضية هي قضية وطنية، قضية كل المغاربة وقضية كل الفاعلين سواء السياسيين أو الجمعويين. بالنسبة لنا في الشبيبة الاشتراكية كانت دائما هذه القضية على رأس العلاقات الخارجية لمنظمة الشبيبة الاشتراكية منذ تأسيس المنظمة، وقد شاركت في مجموعة من اللقاءات، كما كانت تترأس في مرحلة معينة منطقة شمال إفريقيا في الويفدي، وكانت حاضرة بقوة، وهذا ونظمت في المغرب سواء في المغرب أو خارج المغرب مجموعة من اللقاءات التي ترفعت فيها على القضية الوطنية، وتصدت فيه لخصوم وحدتنا الترابية. أقول هذا وأن كل هذه الأنشطة كانت تنظم في الغالب بالإمكانيات الذاتية، وأنا أتكلم الآن الرافق سعيد البقالي عضو العلاقات الخارجية كان مؤخرا في زيارة لأوروبا بالضبط بلغاريا، حيث التقى مجموعة من الفاعلين السياسيين هناك، كانت له أيضا زيارات في المنطقة العربية ومجموعة من الدول بأمريكا اللاتينية من أجل التعريف بالقضية الوطنية والتبادل وجهات النظر مع مجموعة من الفاعلين السياسيين، وخاصة من نتقاسم معهم نفس الهوية اليسارية، كما أننا في صدد تحضير نهاية الشهر الجاري لملتقى مغاربي مشاركة وفود من تونس وليبيا وموريتانيا عن طريق البر، غادي يدخلوا من المعبر ديال القرقرات اتجاه السعيدية، وهي بالمناسبة
الملتقى الذي لم يحظى بضع الوزارة الوصية على القطاع إلى حدود الساعة، وهذا كيبين أن الاهتمام ديال الحكومة الحالية بالبرامج ديال الشبيبات الحزبية والمواكبة لهم، وحتى التقدير ديالهم لشي حاجة سميتها الدبلوماسية الموازية. وهذا غادي يدينا بطبيعة الحال النقاش على واقع الشبيبات الحزبية في هذا سميتها ولا الحضور ديال الشباب في السياسة، وحضور الشباب في السياسة كما قال رئيس الحكومة مؤخرا وهو يخاطب الشابة في الدورة ديال الجامعة الأكاديمية أنه يمارس السياسة مع السينيور، أي أنه لا يعطي أي هذه أول مرة غادي نسمعوها، يعني هذا القاموس ديال أن السياسة فيها السينيور والجينيور هذه أول مرة غادي نوقفوا عليها في القاموس السياسي المغربي، واللي هو اللي ممكن أننا نقولوا عليه أنه فعلا بدعة في الحقل السياسي المغربي. الشبيبات الحزبية الآن في ظل الواقع الحالي هي تعيش شبه حظر، الشبيبات الحزبية ما عندهاش الحق تنشط، وهذا الشيء راه خصهم يعرفوا الشباب ويعرفوا الرأي العام. الشبيبات الحزبية ممنوعة من النشاط في دور الشباب، ما عندهاش الحق. الشبيبات الحزبية يتم التضييق عليها من أجل الحصول على وصول الإذاعة، تعاني الأمرين من أجل الحصول على وصول الإذاعة. الشبيبات الحزبية ما عندهاش دعم من أجل أنها تنظم الأنشطة ديالها. الشبيبة الحزبية في عهد الحكومة الحالية تمنعات من المنح ديال التغذية باش تنظم الملتقيات ديالها، وبالتالي الأنشطة التي تقوم بها الشبيبات الحزبية الآن هي بالإمكانيات الذاتية ديالها، وبالإمكانيات الذاتية ديالها أقول بإمكانيات مناضليها وبالإمكانيات ديال الشباب ديالها. وبالتالي بالنسبة لنا الآن كنظنوا أنه هنالك إرادة للقضاء بشكل نهائي ماشي على الشبيبات الحزبية. الشبيبات الحزبية لا يمكن، كان هذا الشيء يكون في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات ملي كان كانت الوضعية السياسية أصعب، كان ممكن يعني هذوك اللي كانوا قبل كانوا ممكن يديروا شيء. أما الآن في ظل هذا التضييق وفي ظل هذه الممارسات أظن أنه واهم من يعتقد أنه بمثل هذه الممارسات أنه غادي يضيق على الشباب وغادي يحرمهم أنهم يمارسوا السياسة ولا أنهم يتأثروا. لأنه لنفرض حنا هاد الشبيبات الحزبية ما كدير حتى شي حاجة غير إلا قدرات أنها تأثر غير 100 شاب وتمنعه من وتحميه من الخطر ديال التطرف. ونحسبوا حنا التكلفة ديال التطرف عندنا هنا في المغرب، الشباب الذين اللي كيمشيو كيعتنقوا واحد الفكر متطرف وخارج علينا، ولا الشباب اللي كيتملكهم وكيدخلهم الخطاب ديال 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 التيئيس، الشباب اللي ما كيقدروش انهم فت 10 دقائق ما حسيتش الشباب اللي كيدخلهم الخطاب ديال 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 تي اس التكلفه ديالو بالنسبه للمجتمع، والشباب اللي ما كيتشربوش هذاك الحب ديال الوطن اللي كتزرعوا فيهم اللي داخل العمل السياسي وداخل الشباب. حنا جميع شباب اللي كانت عندنا قناعات معينه، ولكن بالدخول للشبيبه الحزبيه والتأطير اللي كتوفروا مجموعه من الامور اللي ممكن انك تملكها من ناحيه ديال الحب ديال الوطن، من ناحيه ديال الاحترام ديال القانون، من ناحيه ديال مجموعه من الامور لا يمكن ان يوفره فضاء اخر، لا يمكن ان يوفره لا باس جواز ديال 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 الشباب، لا الجيمينغ البرامج ديال الجيمينغ، لا البرامج الاخرى التي اظن انها منفصله على المجتمع وستزول بزوال الوزير الذي جاء بها. هذه قناعتي، لان ملي كتكلم على برنامج كيجيبوا وزير ديال الشباب واللي
اللي دارسوا. الان حتى واحد ممكن انه يقول اليوم بان برنامج عطله للجميع برنامج اللي ما اللي غادي يجي شي وزير مستقبلا وغادي يتجاوزوا، لانه نكمل غير هذه الفكره. برنامج عطله للوزير لا اظن ان شي وزير غادي يجي شي نهار وممكن انه يتجاوزوا. اي وزير كيجيب يجود هذا البرنامج ويجي به، لان الوزير الذي جاء في الاول بهذا البرنامج كان عنده واحد الرؤيه عميقه ورؤيه ديال انه هذوك الاطفال ابناء الفقراء حتى هما من حقهم يدوزوا واحد النهار واحد 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 15 يوم ولا واحد 10 ايام ديال كذا. في يعني ملي كنشوفوا البرامج الحاليه انا اظن انها برامج ديال رؤيه تقنويه اللي الكيوت بهذه العباره باش ما نبقاش نقلب بزاف، كتبان جذابه ولكن ستزول بزوال الوزير الذي جاء بها. وشكرا. شكرا الاخ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعيد جدا بالتواجد مع الشبيبات الحزبيه اليوم في هذا النقاش الشبابي. شكرا جزيلا للسي بوبكر تطواني على هذه الاستضافه وعلى الدعوه الكريمه. وطبعا شبكه عدل التنميه دائما تلبي الدعوات فهي راه الاشاره من اجل المساهمه في تغطيه الشباب المغربي وفي خلق يعني نقاش شبابي حول القضايا الراهنه التي يعرفها بلدنا وتعرفها امتنا. طبعا في البدايه لابد ان نتطرق لما يعيشه اخواننا في فلسطين ولبنان ونجدد تضامننا معهم ضد آلة البطش الصهيونية التي لا تفرق بين الصغير والكبير ولا بين المدني والعسكري، وهي مناسبة أيضا لتأكيد على المواقف الثابتة لشبكة العدل والتنمية في دعم نضالات الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة وإقامة دولته الفلسطينية من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف. طبعا هي دعوة أخرى، دعوة أيضا التأكيد على رفض شبكة العدل والتنمية لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأنه للأسف ذلك التطبيع يعني ما هو إلا وسيلة لكي يزيد في بطشه وفي إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني المناضل. طبعا أيضا في يعني في بداية الحديث والعودة إلى المحاور التي بين أيدينا، لا يمكن إلا نشيد بمضامين الخطاب الملكي السامي يعني بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 11. طبعا هو خطاب يعني أبرز الدينامية التي عرفت القضية الوطنية قضية المغاربة الأولى، وتطرق طبعا إلى يعني كما سمع وشاهد الجميع يعني الاعتراف الفرنسي الاعتراف الدولة الجمهورية الفرنسية بسيادة المغرب على كامل أراضيه وأقاليمه الجنوبية. وطبعا هذا التطور ينتصر للحق والشرعيه واعتراف الحقوق التاريخيه للمغرب، سيما انه صدر عن دوله كبرى عضو دائم بمجلس الامن وفاعل مؤثر في الساحه الدوليه. ايضا مما جاء به يعني يعني الخطاب الملكي السامي وهو التطرق للدور الفاعل للدبلوماسيه الحزبيه والبرلمانيه في كسب مزيد من الاعتراف بمغربيه الصحراء وتوسيع الدعم لمبادره الحكم الذاتي كحل واحد يعني لهذا النزاع الاقليمي. واليوم يعني ينبغي ان نعترف جميعا ان هناك مجهود يعني ينبغي ان يبذل من طرف كافه الهيئات الحزبيه والشبيبيه ومؤسسات الدوله. فنحن في شبكه العدل والتنميه يعني نعمل جاهدين لتاطير الشباب المغربي يعني في كل القضايا فكريا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يتطلب ايضا دعم القطاع الوصي وهي ما اشار يعني الاخوه في الشبيبات في الشبيبه الاشتراكيه والشبيبه الاتحاديه. يعني نجد اليوم يعني للأسف الشديد القطاع الوصي لا يدعم الشبيبات الحزبية كما ينبغي. ففي ملتقى شبكة العدل والتنمية الذي نظم في بوزنيقة في شهر شتنبر يعني أعطيت المنحة في بداية الأمر وأعطيت الرخصة وتم يعني إقرار مكان معين لتنظيم ذلك الملتقى، وجلسنا مع الممول يعني هناك مبررات من الوزارة تقول بأنه لم تعد هناك ميزانية كافية، يعني جلسنا مع الممول وقال بأن كل الأمور يعني تسير على أحسن ما يرام والميزانية مخصصة إلى آخره،
لنتفاجأ قبل يومين بتغيير المكان من المخيم الدولي الى المركز الى مركز بولي رشيد يعني للشباب ببوزنيقة وبسحب المنحة ديال التغذية. وهذا للأسف يعني يساهم في تكريس هو يعني هو عدم الثقة بين الشباب ومؤسسة الدولة وبين يعني ويؤدي الى مزيد من النفور من العمل السياسي عموما. هذا قوس طبعا فتحته وسديته. طبعا هناك فيما يتعلق موضوع الدبلوماسية الموازية تتطلب يعني الكفاءات كما دعا لذلك جلالة الملك. ونحن يعني في شبكة إعادة التنمية لا نفوت أي فرصة في المحافل الدولية أو يعني بزيارة الوفود إلى المغرب أو حينما نزوره نحن أيضا يعني بالتحدث عن القضية الوطنية القضية الأولى للمغاربة ونسرد الحقائق والحقوق التاريخية. وبعد يومين لنا مشاركة في ملتقى شباب العالم الإسلامي وفي ملتقى للاتحاد الإسلامي للهيئات الشبابية والطلابية وهي هيئة معتمدة من قبل الأمم المتحدة وتضم 100 منظمة من أكثر من 60 دولة. طبعا بين البرنامج وهو المشاركة يعني من البرنامج للمشاركة وهو تطرق لقضية الصحراء المغربية والتعريف بها بين مختلف الوفود الشبابية سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو اللقاءات الجماعية. ونحن عموما هذه فقط إشارة لا نجد يعني إشكالا في إقناع الإسلاميين فأغلبهم يناضلون من أجل مواجهة مخطط التفتيت وزرع الفتنة داخل المنطقة العربية وبالتالي سرعنا إقناعهم. طبعا لا بد أن أشير كما أشار الرفيق المهدي قبل قليل أن كون هذه المشاركات تتم من يعني من الميزانية الخاصة بالمشاركين نظرا لضعف الميزانية ديال الشبيبة. نعود لسؤال الكفاءة فللأسف في ديال الانتخابات يغلب عليها الرشوة والمال فإن بعض الأحزاب تلجأ إلى الأعيان القادرين على الفوز بمقعد كتفضلهم على الشباب أو الكفاءات اللي كتكون عندهم في الأحزاب ديالهم أو كتكون كفاءات موجودة في يعني في المجتمع حتى صرنا نشاهد يعني نماذج وأخطاء قاتلة في الدبلوماسية الموازية. وحتى سمعنا يوم الجمعة جلالة الملك وينبه إلى هذه النقطة السوداء في إشارة واضحة إلى اعتماد الكفاءات والأولى أن توفر الكفاءات أن توفر الأحزاب الكفاءات للمهام الانتدابية سيما داخل قبة البرلمان اللي فيها الترافع على مختلف القضايا ديال الوطن وعلى رأسها يعني قضية الصحراء المغربية. وهناك أيضا منطقة ترضيات داخل الأحزاب والفرق البرلمانية يعني اليوم كنشوفوا بعض الأحزاب وبعض الفرق البرلمانية يعني كتصيفط الناس للمهام الدبلوماسية فقط من أجل الترضيات باش فلان يكون راضي على فلان إلى آخره. وكيجعلنا في الاخر كنشاهدوا يعني مشاركات لا تمت الدبلوماسيه الموازيه بصله او تجعل هؤلاء المفروض فيهم الذهاب في مهمه يعني يتركوا مهمه رسميه يتركون تلك المهمه ويذهبون يعني في فسحه مؤدت من الملا. وطبعا اشتراكين في انستغرام وفيسبوك راه كنشوفوه بشكل يومي. بخصوص المبادرات يعني الشبيبيه المتعلقه بقضيه الصحراء المغربيه قامت شبكة إعادة التنمية سنة 2000 في نوفمبر سنة 2020 يعني بإعداد مذكرة بأربع لغات حول قضية حول مسار قضية الصحراء المغربية وتم يعني إرسالها لبعض الهيئات الشبابية أو لمعظم الهيئات الشبابية التي نتعامل معها في الدول العربية والإفريقية والأوروبية. كما أطلقت شبكة إعادة التنمية في دجنبر 2020 نداء الأخوة والوحدة الذي تلاه الأخ الكاتب الوطني آنذاك من معبر القرقارات والذي يعني وجهته لشباب مخيم تندوف وذلك استلهاما لروح وتعاليم ديننا الحنيف وإيمانا بمبادئ الأخوة والوحدة والتضامن واستنادا لمحطة التاريخ المشترك واستحضارا لنداء الخالد الوطن وغفور الرحيم وإيمانا بأن روح العصر يفرض على شعوب المنطقة أن تشهد الوحدة والتكتل للفرقة والتجزئة. طبعا هذه دعوة من هذا الفضاء من مؤسسة الفقيه التطواني إلى مزيد من إشراك الشبيبية الحزبية والمدنية في جهود دفاع مغربية الصحراء والمطالبة ببذل عفوا مجهود أكبر خاصة على المستوى الإعلامي من أجل المساهمة في تملك المغاربة والشباب خاصة الحيثية التاريخية والاجتماعية والقانونية والسياسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية. وهنا في هذا الصدد نقترح كمبادرة عملية إصدار مذكرة مشتركة بين كل الشبيبات الحزبية لأن هذه القضية دي ماشي قضية يعني بغينا نقولوا فيها أغلبية ومعارضة هذه قضية كتعنينا احنا جميع. وأنا يعني بالموازاة مع هذا الموضوع هذا ديال القضية الصحراء المغربية أنا كنطلب من الشبيبات الحزبية ككل
يعني ما نبقاوش نتصرفوا بمنطق القيادات الحزبيه يعني ديال شد اللي نقطع لك. لا خصنا حنا كاملين نتعاونوا في هذه قضيه الصحراء اولا وفي مختلف القضايا اللي تسعني الشباب. يعني ما نجيوش نبقاو زادوا يعني كندخلوا في منطق المزايده على بعضياتنا. ما صراحه شي مخصوص يكون. انا يعني قناعتي وقناعه الشبيبه اننا يجب جميعا ان نتضافر الجهود ديالنا من اجل قضيه الصحراء اولا ومن اجل قضايا الشباب. لان في نهايه المطاف الا كانت شي حاجه اللي كتعني الشباب ويعني والافاق والمستقبل والامل كنوفروا فرق هادشي كنربحوا حنا كاملين. ولا كنا يعني غادي نتصرفوا بمنطق حزبي ضيق او منطق انتماءات ضيقه فكنظن زعما يعني نساهم من حيث لا ندري يعني في 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 رسم ربما صوره قاتمه يعني في المستقبل. قلت ان يعني كشبيبه حزبيه نديروا واحد المذكره مشتركه بين كل شبيبه كتضمن يعني مسار قضيه الصحراء المغربيه بالحقائق التاريخيه والمواقف ديال المملكه طيله هذه السنوات، ونقوم بالترافع من خلال مع مختلف الهيئات الشبابيه في العالم مع اعطاء الاولويات للهيئات الحازيه العضويه في الامم المتحده. طبعا نقترح انا السي بوبكر يعني بعجاله غادي ندوز على بعض المحاور باش نختم. نقترح ايضا يعني فضاءات للتواصل ما بين مختلف الشبيبات الحزبيه باش نفكروا، لان باش نديروا مبادرات خاص واحد الخليه ديال التفكير، وهادشي خاص يكون يعني بشكل مشترك. وكنتمنى يعني من الشبيبات الحزبيه انهم يعني يستجبوا. كاين هناك ايضا العمل ديال الترافع الرقمي والمدني حول قضيه الصحراء المغربيه. هذا يعني خاص الشبيبات الحزبيه تفكر فيها بشكل ايجابي وتفكر فيها بشكل مسؤول باش اننا يعني ناهلوا الشباب ديالنا من اجل الترافع الرقمي والمدني حول قضيه الصحراء المغربيه. وكان هناك عمل داروا السي مصطفى الخلفي لما كان وزير العلاقات مع البرلمان سنه 2017 2018، ونظم فيه يعني جوج ديال الملتقيات. الملتقى الاول للترافع المدني حول المغربيه الصحراء كان يعني في يونيو 2018، والثاني كان في يونيو 2019 بعجاله السي الفقيه الا سمحتي لي. وان السياسات العموميه الموجهه للشباب يعني كنشوف على ان عدم قدره الحكومه الحاليه على الوفاء بوعدها بتحقيق مليون ناصب شغل دار شارلو السي فادي. طبعا مع فالاحصائيات المتعلقه بالتشغيل ان الاقتصاد الوطني فقد 157 الف شغل ناصب شغل بين 2022 2023. الجفاف راه كان من سنوات، راه ماشي عاد اليوم، راه 2013 وحنا كنعيشوا الجفاف. الحرب الاوكرانيه الروسيه راه كانت عندها واحد الحيز ديالها، دابا كنظن مابقاش عندها تداعيات. وهذا كيحيني على القضيه ديال المحروقات، لان كنشوفوا ان الباريل كيطيح على مستوى السوق الدوليه وفي المغرب كيبقى يعني مرتفع ديما. وشكرا سي بوكر، بارك الله فيك. شكرا. غادي ننتقلوا الان الى بقيه المتدخلات والمتدخلين. انا غير نبدا معكم يعني دابا الان سمعنا واحد الكلمات يعني شامله وفيها يعني نظره عامه على الواقع ديال الشباب. غادي اون فازومي دابا غادي نحاولوا نقربوا الموضوعات اللي هي محاور ديال النقاش. اخ طرحت واحد العدد ديال القضيه الوطنيه، واحد مجموعه ديال الاقتراحات، منها الاقتراح اللي اصدر على السي خيرون اصدار مذكره مشتركه، خلق واحد فضاء ديال التواصل، الترافع الرقمي والمدني، ثم الترافع المدني عن مغربيه الصحراء، والتذكير على ان المؤسسات الخيطواني كان عندنا برنامج مع السي الخلفي في 2017، درنا واحد برنامج ديال الترافع المدني عن مغربيه الصحراء، ودرنا فيه ثلاثه الابعاد، كانوا فيه خبراء واساتذه، عندي الوثائق ديالو غادي نعطيها لكم، في البعد التاريخي ديال القضيه الوطنيه، ثم البعد القانوني، وهذا ثم البعد الاقتصادي والتنموي، كانوا خبراء في الاقتصاد وفي القانون وثم مؤرخين، وخرجنا واحد العدد ديال المذكرات، وكانت مجال تكوين لفائده الجمعيات ديال المجتمع المدني. دابا الاستاذه ايمان غادي نطرح عليك اسئله دقيقه، هي الموضوع ديال الصحراء، يعني الشبيبه ديال الاصاله والمعاصره، كيفاش سمعت الخطاب الملكي وشنو هي الاقتراحات اللي كتشوفها نافعة وناجعة وحقيقية باش تخلق واحد الدينامية داخل الحزب وداخل الشبيبة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشبيبة ديالكم كما ذكر الأخ سي عبد الله أنها شبيبة حديثة العهد، واش هناك مجال ديال تقييم العمل ديالها إلى حدود الساعة؟ واش أنتم راضيين على العمل اللي قدمته هذه الشبيبة؟ ذكر منها بعض الإجازات اللي قال سي عبد الله وبعض الآفاق المستقبلية. إذا أعطيناك في تقييم ذاتي في حدود دقيقة أو جوج دقائق، شنو يمكنك تقول من الإيجابيات وشنو كتشوف أنها وسائل التصحيح بالنسبة للمسار المستقبلي؟
طبيعة الحال كاين عدة برامج تخلقات لفائدة الشباب، ذكروا منها الإخوان، ذكروا ما من منهم من يعني من مدح هذه البرامج ومنهم من انتقدها. دابا غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي في نظرك هذه البرامج المكونات البرنامج الناجح اللي خصو يكون موجه لفائده الشباب، كيفاش يمكن تساهم الشبيبه ديال الاصاله والمعاصره في هذا الباب. ثم النقطه الاخيره الموضوع ديال القيم بالنسبه للشبيبه، بالنسبه لك شابه، شنو هي القيم الان اللي كتشوفها تتراجع وكتنحصر بحكم هذا التطور الرقمي، بحكم على ان الانسان ما بقى كيعيش لا مع ذاته ولا مع الاسره ديالو ولا مع الفضاء العمل ديالو، ولا الانسان مسلوب. كيفاش يمكن الانسان يرجع الحاله الطبيعيه ويرجع الديناميه البشريه اللي كانت معروفه فيما قبل؟ اذا هذه ونعطيك مثلا بعض الامثله بالنسبه للقيم، تعطينا وجهه نظرك. انا غادي جمعت واحد مجموعه القيم وقلت مع راسي ما فيها بس نذكر معكم فيها هذه القضيه. مثلا القيم الاكثر اهميه الان تنعيشها داخل المجتمعات، كاين الاحترام لو ريسبي، كاين المحبه، كاين الحريه، كاين العداله، كاين التسامح، وكاين الانصاف، كاين السلم، كاين الشرف، كاين المسؤوليه، كاين الوفاء، وكاين التضامن. اذا هذه قيم واخا قريتها بسرعه، شنو اللي كتشوف انت داخل هذا المجتمع المتطور هذه القيم واش كتراجع، وشنو الوسائل اللي يمكن نعملوا باش نحافظ عليها باش ما يوليش الانسان عايش في الفردانيه بحال ذكروا الاخوان، عايش في متاهات وشي ما كيعرفش. وحتى الناس دابا كاين بعض، نقول لكم بصدق، كاين بعض الاباء اليوم اللي تيخاف يموت لانه ما يجبرش اللي يدفنوا، يعني وقع واحد نوع من الانشقاق والتحول اللي الانسان ما بقاش كيعرف من يحيط به ومع من يتعامل. اذا تفضل. مساء الخير. كنشكر بعدا اولا مؤسسه الفقيه تطواني على الدعوه الكريمه وعلى هذه المبادره الرائعه باش انها تجمع شبيبات الحزبيه من الاغلبيه ومن المعارضه، ويكون واحد النقد ويكون واحد الحوار اللي هو جدي وصريح فيما بيننا بعيدا عن لغه الخشب بهذا المعنى. افضل ما يمكن انني نبدا به المداخله ديالي هي القضيه اللي عزيزه على قلوبنا جميع كمغاربه، قضيتنا الاولى القضيه الوطنيه اللي شكلت المحور الاساسي ديال خطاب جلاله الملك نصره الله، الخطاب الاخير ديالو بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الرابعه من الولايه التشريعيه الحادية عشر. اللي نقدر نقول على القضيه الوطنيه هي انها حنايا هنا احزاب، كل واحد التوجه ديالو، كل واحد القناعات ديالو، كل واحد الرؤيه ديالو لمجموعه من القضايا المجتمعيه والاقتصاديه. اللي كيوحدنا هو قضيه الصحراء المغربيه، كاملين بينا بين جميع التوجهات وجميع القناعات السياسيه. اذا هنا كنقول ان القضيه الوطنيه هي قضيه لا تتحمل المزايدات السياسيه. ما يمكنش نقولوا كاين شبيبه كتعاطى بشكل جدي وشبيبه كتعاطى بشكل غير جدي مع القضيه الوطنيه. كاملين بينا مغاربه، كاملين كنتعاملوا مع القضيه الوطنيه على حد سواء، كاملين بينا عندنا نفس الغيره على اقاليمنا الجنوبيه. فيما يخص الانجازات ديال حزب اصاله ومعاصره وبالضبط شباب حزب اصاله ومعاصره فيما يخص القضيه الوطنيه، غادي نبدا بتذكير بسيط بواحد التاريخ ديال السنه التشريعيه 2011 2016. كان انا ذاك نائب برلماني شاب اللي لا يتجاوز العمر ديالو 30 سنه، اصغر شاب غيترأس لجنة الخارجية والدفاع سي المهدي بن سعيد، اللي قام بمجموعة من الإنجازات من داخل قبة البرلمان في هذه الفترة التشريعية من 2011 حتى 2016. أيضا اللي كيدل على الهضرة اللي قلت في الأول ديال أنها لا تتحمل المزايدات السياسية، وكنعاود نأكد عليها هنايا، كنحيي المبادرة الرائعة اللي قامت بها الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بشراكة وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، باش أنها تأثرنا كشبيبات حزبية بدون تمييز، كاملين بينا تجمعنا في وزارة الخارجية اللي استضفتنا كاملين وتكوننا وخدينا تأطير ملائم باش أننا نترافعوا باش نكتسبوا الآليات كشباب مغاربة في الدفاع وفي الترافع على القضية الوطنية. كشبيبة ديال حزب أصالة ومعاصرة وكمناضلين بشكل عام ديال حزب أصالة ومعاصرة من
يعني مختلف الفئات المجتمعية ومن خلال مختلف يعني الأعمار ديالنا نمتلك من الشجاعة ومن الجرأة ما يجعلنا أننا ندير واحد الانتقاد ذاتي وأننا ندير جلد الذات في مجموعة من المحطات. الشباب ديال الأسرة والمعاصرة قاد مجموعة من المحطات المفصلية داخل الحزب، من بينها المحطة المفصلية 2020. شباب الأسرة والمعاصرة هو اللي قاد هذيك المحطة حتى وصلنا لبر الأمان إلا قدرنا أننا نعبر عليه بهذا المعنى. إذن هنايا ماشي، شوف الصعوبة ماشي فيها أنها تكون عندك شبيبة، الصعوبة هي هذيك الشبيبة اش كدير وشكون اللي كاين في هذيك الشبيبة، واش هذيك الشبيبة فعلا فيها كفاءات مؤهلة أنها من بعد تحمل مشعل القيادة كما هو الشأن في حزب أسرة والمعاصرة اللي كنلقاو رئيسة المجلس الوطني قيادية شابة، كنلقاو شباب في القيادة الجماعية ديال حزب الأسرة والمعاصرة، كنلقاو نسبة كبيرة ديال الشباب اللي مغلبة على المجلس الوطني هم شباب، كنلقاو واحد الجامعة صيفية اللي هي كانت ناجحة بجميع المعايير من نجتها حتى في النقاش حتى في طبيعة النقاش اللي كان فيها كانت ناجحة واللي نظمها هم شباب. إذن هنا شبيبة الأسرة المعاصرة هي في طور، نقدر نقوله أنها في طور البناء، وبحال قال سي عبد الله راه تقدر أنها من بعد غادي تفاجئكم بتنظيم اللي هو قوي، لأن بإمكاننا من غدا نديروا لكم مؤتمر ونخرجوا بمنظمة شاب. ما كنقلبوش على أننا نديروا المؤتمر، سهلة أسهل حاجة ممكن نديروها، كنقلبوا على أننا نبنيو شبيبة اللي هي حقيقية واللي هي بحال اللي قالوا بعض الإخوان جدية في التعامل مع القضايا، كسواء القضايا المجتمعية ولا الاقتصادية، الاجتماعية والاقتصادية ولا الثقافية اللي كتهم الشباب. هنا غادي يحيلني التعامل ديال السياسة العمومية الموجهة للشباب. حنا كشباب عينا من التلقي والاستهلاك، فوقاش حتى الفوق الشباب غادي يبقى كيستهلك داكشي اللي كيتعطالو الشباب حاليا. لان سولتوني استاذ على شنو هما المكونات ديال برامج الشباب، اذا اول مكون اساسي هو الديمقراطيه التشاركيه. الشباب حاليا خصو يكون قوه اقتراحيه، خصو يكون هو المصدر ديال اتخاذ القرار، خصو هو اللي يساهم في البناء ديال السياسه العموميه ديالو. اهلو ما دكا ادرى بشعابها، الشاب ولا يحس بالشاب ويحس بالمطالب ديالو، خاصه الى تبنينا واحد المقاربه جهويه في التعامل مع السياسات العموميه موجهه للشباب، لان الاحتياجات ديال شباب جهه طنجه تطول الحسيمه ماشي هما جهه سوسمسه، كيختلفوا على حسب مجموعه ديال 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 ديال, ديال, ديال المعطيات. ملي كنهضروا على السياسات العموميه ايضا هنايا غادي يحيلني، ماشي غير لان قلت ان الشباب حاليا خصو يكون قوه اقتراحي او خصو هو اللي يتخذ القرار. هذا اتخاذ القرار كيجي من داخل المؤسسات الدستوريه. هذه المؤسسات الدستوريه عطانا الدستور ديال 2011 وعطاونا القوانين التنظيميه ديال 2015 ديال الجماعات الترابيه، مجموعه من الهيئات الاستشاريه اللي كيكونوا داخل الجماعات الترابيه واللي هي غير مفعله من نهار اللي خرج القانون التنظيمي 2015، غير مفعله داخل الجماعات الترابيه، بل والاكثر من ذلك انه تم الحصر ديال 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 يعني لي ميسيون ديال المهام ديالها. فوالا المهام ديالها. ايضا غنهضر على واحد، بما اننا كنهضروا على السياسات العموميه غادي نهضر على الاستراتيجيه الوطنيه المندمجه للشباب اللي انطلقت في 2015. هذه السياسه الوطنيه، الاستراتيجيه الوطنيه المندمجه للشباب، عرفت واحد النقاش كبير سنه 2015، كانوا بزاف ديال المتدخلين فيها وبكبار نقاشها كان عمق فشلها وفشل اخراجها الى ارض الواقع. وكنهضر هنايا على استراتيجيه وطنيه مندمجه للشباب اللي كانت في 2015 وكان نورمالمون خصها تبقى حتى 2030، فشلت قبل ما تخرج في مرحله النقاش. مجموعه حاليا حنايا كنهضروا على مجموعه ديال البرامج القطاعيه، بزاف ديال كسمات بزاف ديال التعاليق ديال انها برامج ترقيعيه خاصه فيما يتعلق بالتشغيل. اطرح سؤال هنا، وما رايكم في برنامج تاهيل اللي خرج لينا اكثر عدد العاطلين اكثر من عدد الناس اللي وعدوهم باش انهم يشتغلوا واللي واجهوا مجموعه من المصاعب؟ وهنا كنهضر كوحده اللي شاركات اون طونك فورماتريس في هذاك البرنامج انذاك، يعني عارفه عليه اش كنهضر. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كنهضروا على كاينين احداث جيوسياسيه وما يتعلق بالتغيرات المناخيه اللي حكمت بمجموعه من المعطيات الماكرو اقتصاديه، احنا متفقين، ولكن راح التراكمات ديال 10 سنوات ديال مجموعه ديال السياسات والبرامج الفاشله ما يمكنش نصحوها في 4 سنوات.
مما كيجعلنا بطبيعة الحال الصعد اللي كاين في المسؤولية أو في القرار السياسي غيحاول ما أمكن أنه يصلح ما يمكن يعتق الأمر في ديك الساعة، لأن سميتوها أنتم برامج ترقيعية، حنا كنحاولوا بعدا غير نعتقوا بعدا دوك الخسائر اللي وقعوا لمدة 10 سنوات باش نقدروا اننا عاد نبداو حنايا السياسات ديالنا. وهنايا كنهضروا على تحرير، كنهضروا على على الـ على الـ كنهضروا على اونفيت على الاسعار. شكون اللي كان السبب في اعاده النظر في المحروقات وفي تحرير ديال اسعار المحروقات؟ شكون اللي كان السبب في لاكيس دو كومبونساسيون؟ شكون اللي كان السبب في لاكيس دو روتريت؟ دونك الا جينا هنايا نزيدوا على بعضياتنا ونبداو نتحاسبوا في هذوك البرامج والسياسات العموميه الموجهه للشباب، خاصه فيما يتعلق بالتشغيل، وايضا حتى الانفلاسيون ومجموعه من المعطيات الماكرو اقتصاديه، وحتى انا التخصص ديالي في الدكتوراه في الاقتصاد، راه ما يمكنش ملي كنهضروا على معطيات ماكرو اقتصاديه يكون والده ديال واحد مده اللي هي اكور تيرم، راه كيكون مجموعه ديال لو كومول وحتى لاكومات ديال مجموعه ديال المعطيات ماكرو اقتصاديه ومجموعه ديال السياسات والحكامه الفاشله اللي كانت سبب في هاد في هاد في هاد المعطيات اللي كنواجهوها حاليا. بما فيما يتعلق بالقيم المجتمعيه، قيم مجتمعيه استاذ صعيب اننا نحكموا على بعضياتنا، وصعيب اننا نعطيو يعني نعطي واحد الحكم على التربيه ديال 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 كل شخص في المجتمع. متفقه معكم ان مجموعه ديال القيم اللي كنا كنعيشوها حنايا في يعني كانوا في الوقت ديالنا في المجتمع انهم تبدلوا، مي حاليا كان خصنا كشبيبات حزبيه ايضا وكشباب اون جينيرال وكاحزاب ايضا اننا نتبناو واحد الخطاب اللي كيواكب التحولات المجتمعيه، لان التحولات المجتمعيه كاينه بغينا ولا كرهنا، مع الدخول ديال 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 وسائل التواصل الاجتماعي، مع مجموعه ديال الاشياء. هنايا الطفل ملي كيخلق اول وحدين كيتلقاهم هو الاسره ديالهم، يعني التنشئه الاسريه هي الاولى، موراها الاعلام، موراها المدرسه، موراها المجتمع، ما الى غير ذلك. يعني مجموعه ديال 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 لي داكتور اللي كيتدخلوا في هذاك البروسيسوس ديال التملك ديال هذوك القيم. كنظن انه يجب اعاده النظر في مجموعه ديال القيم. فيما يتعلق بالتضامن اللي نظرت عليه كقيمه واستفزتني شويه استاذ سمح لي، المغاربه بينوا على التضامن ديالهم وعلى التسامح ديالهم وعلى التعاون ديالهم لا خلال جائحه كورونا ولا خلال الزلازل اللي ضربوا زعما المنطقه ديال الحوز. هذيك دخلة فينا في التمغربيت، ما يمكنش نحيدوها. شكرا.